من مسابقات العدل المنتظر للقرآن الكريم، ونرحب بأول المتسابقين، وكذلك سنتلو عليكم بعض الملاحظات. نرجو من الأخوة المتسابقين تشتغل لبرا سيد حسين، بقية الأخوة المتسابقين إذا أمكن الحضور من الآن، لأن ملاحظات لن تتكرر، لن نكرر ملاحظات مرة أخرى. فالرجاء من كذلك الأخوة أو الأبناء الصغار هني، حسين نهدأ على أساس تتم المسابقة بهدوء. نبدأ مع الأخ سعيد ميرزا، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أدنى المتطلبات في هذه المسابقة يكون مقامين غير الابتداء. الابتداء طبعا بالبيات، بعدين مطلوب مقامين، يعني تنوع انت ونشوف هنا مشكلة، فبناخذ على أكثر مقامين في الدرجات. هذا بالنسبة إلى الأداء، راح يكون الأستاذ زين راح يكون عند الأستاذ عبد الله المبارك، وسيد جعفر راح يكون عند الوقف والابتداء، وأنا راح يكون عندي اللي هو الصفات والمخارج والتجويد بشكل عام. سعيد والبقية موجودين. بالنسبة إلى اللي هو المرتبة التي سيتم القراءة بها، مرتبة التلاوة، مو حدر مو تدوير، يعني مو سريع ولا متوسط، بتقرأ على راحتك على مهلك يعني. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة إلى المسائل التجويد، راح نركز في اللي هو صفات الحروف، مخارج الحروف، اللحن الجلي، الحركة، التغيير حرف، تغيير حركة، هالأمور هذه راح يكون فيها يعني تنقص درجات. وكذلك بالنسبة إلى الوقف والابتداء، تقف في مكان صحيح وتبدأ من مكان صحيح. في حال أن وقف نفسك مثلا أو يعني خلص، بتوقف في مكان تبدأ من مكان صحيح. هذا الكلام طبعا ملاحظات إلى المتسابقين البقية. راح تكون المسابقة فيها جزء من المعيارية، بحيث أن احنا نمشي في السنوات القادمة بصورة بعد بشكل أكبر. الأخ سعيد راح يقرأ من الآية 1 إلى 6 إذا عندكم مصاحف، صفحة 556 فتحتها سعيد، 556 سورة التغابن، صفحة 556 سورة التغابن. إذا عندكم تلفوناتكم أو شيء، بالإمكان تفتح على سورة التغابن من آية 1 إلى آية 6. فليتفضل الأخ سعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. بعد أبطأ
على أساس مرتبة التلاوة تكون أبطأ من كذي. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات وما يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. صدق الله العلي العظيم. نشكر الأخ سعيد. اللهم صل وسلم وزد وبارك. خلاص اقول اشترى عنه. لا تشتغل كاميرات يا سيد جابر جايب لنا كاميرا تشتغل تشتغل الحين لو اقوم
يتفضل الأخ طه عبد النبي المتسابق الثاني. إذا عندكم مصاحف صفحة 563 سورة 564 سورة القلم من آية 1 إلى آية 16. اللي عندهم تلفونات من آية 1 إلى آية 16. طبعا ننوه مرة ثانية، ممكن المتسابقين في أحد منهم تو وصل، راح يكون التركيز في الأداء بالنسبة إلى التنويع في المقامات، الابتداء له بالبيات ثم التنويع في الطبقات الصوتية. كذلك بالنسبة إلى التجويد راح يكون التركيز على مخارج الحروف وصفات الحروف والبدء والوقف. 564 من 1 إلى آية 16 إلى الآية 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأي ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهن. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد تُلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم. أَكَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ سنسيمه على الخرطوم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم زد وبارك على رسول الله وآله الأطهر.
نشكر الأخ طه عبد النبي على هذه القراءة الطيبة، ومع المتسابق الثاني مع الأخ محمد يوسف يقرأ من صفحة 588 إلى 589 إذا عندكم المصاحف، من سورة المطففين من آية 22. نفتح إذا في التلفونات من آية 22 سورة المطففين إلى آية 36. سورة المطففين من آية 22 إلى آية 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. مرة ثانية، فليتنافس المتنافسون بعدها ومزاجه من تسنيم. مرة ثانية، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين.
وإذا رأوهم قالوا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أكمل أكمل واصل 36 كمل. وما أرسلوا عليهم حافظين. مرة ثانية. وما فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل الكفار ما كانوا يفعلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله الأخ جعفر طاهر المتسابق التالي. يتلو علينا من المصحف صفحة 583 من سورة النازعات من الآية من سورة النبأ من الآية 31 إلى الآية 40. سورة النبأ ذاتكم في التلفون. سورة النبأ من الآية 31 إلى الآية 40. بس لحظة شوي. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء بك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا فلا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء أخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم.
نشكر الأخ جعفر طاهر على هذه التلاوة العطرة. أحمد جلال مع المتسابق الرابع أحمد جلال. يقرأ المتسابق أحمد جلال من صفحة 587 في المصاحف سورة الانفطار من 1 إلى 19. سورة الانفطار من 1 إلى 19 بس انتظر شوية. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أشكر الأخ أحمد جلال الحمد على هذه التلاوة العطرة مع المتسابق الأخير جعفر جلال الحمد يقرأ من صفحة 534 لصفحة 535 من الآية 1 إلى 19 من سورة من سورة الواقعة من صفحة من آية 1 إلى آية 19 من سورة الواقعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار نشكر الأخ جعفر جلال الحمد على هذه التلاوة العطرة وهو مسك ختام متسابقينا نأمل في السنوات القادمة إن شاء الله وفي المسابقة القادمة أن يكون المتسابقين أكثر من هذا العدد بعون الله تعالى إعلان النتائج للأخوة الكرام سيكون
إن شاء الله سيكون إعلان النتائج بعد ارتأت لجنة التحكيم أن إعلان النتائج يكون ليلة العيد. سيتم تكريم الفائزين في المسابقة مسابقة الحفظ والتلاوة ليلة العيد, وسيتم إعلان النتائج في هذه الليلة إن شاء الله المباركة, وكذلك المشاركين.